سبحان من أحاط علمه أرضه وسماواته، سبحان من انقاد كل خلقه لإرادته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج. بقي معي من الأمس مجموعة أسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليها، أستأذنكم بالإجابة عليها ثم أستقبل اتصالاتكم. الأخت أم هاشم من العراق بارك الله فيها، هي سألت حقيقة مجموعة كبيرة من الأسئلة، أجبت عن بعضها وباقي البعض الآخر. تقول بأن امرأة صالحة ودينة ومصلية وصائمة، لكن مشكلتها تدخن، تقول أنا أشرب الدخان، تريد تقول أنا أريد أقطعه لكن ما هو بقادرة عليه. أم هاشم رضي الله عنك وبارك الله فيك، وأسأل الله جل وعلا تقبل منك وأن يزيدك من الهدى والتوفيق، صلى الله جل وعلا أن يختم لنا ولك بخير. يا أم هاشم ما شاء الله، أنت بالأمس ذكرتي صبرك على زوجك وعلى ظلم زوجك وعلى مشاكل كثيرة وربيت عيالك، يعني لست قادرة على أنك تتركين الدخان؟ أنت قادرة في واقع الأمر في قرارة نفسك، لكن يظهر عندك فقط يعني موقف. ولذلك يا أخت الفاضل اللي صبرت على ظلم الزوج واللي صبرت على صعوبة الحياة واللي صبرت على تربية الأولاد، أبدا أبدا ما يمكن أن تنهزم أمام الدخان، ما يمكن أبدا، أنا ما أصدق أنك تنهزمين أمام الدخان. ولذلك يا أخت الفاضلة من اليوم، اليوم جمعة، من اليوم وهذه الساعة ساعة مباركة وساعة يتقبل الله فيها الدعاء، اجزمي واعزمي على أنك تتركين الدخان. لماذا؟ رضا لله جل وعلا، تطلبين مرضاة الله سبحانه وتعالى، لأن الدخان لا خير فيه، والعلماء أغلبهم يحرمون الدخان لأنه من الخبائث وهو من المضرات بالبدن، والأطباء يقولون بأن الدخان سبب، شرب الدخان هذا سبب من أسباب كثير من الأمراض السرطانية، نسأل الله العافية والسلامة. والله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من تحسى سما، يعني التهم سم، فإنه يأتي يوم القيامة يتحساه في نار جهنم. والذي يظهر بأن الذي يموت بسبب الدخان والعياذ بالله يعذب به في النار، لأن الدخان نوع من أنواع السموم، كما هو الآن معروف عند الأطباء الناصحين يقولون سبب من أسباب جملة من السرطانات، سرطان الرئة وسرطان اللسان وسرطان اللثة وسرطان الحنجرة وأشياء كثيرة ذكروها، وهؤلاء يكادون يكونون اتفقوا على هذه المسألة. فيا أختي الفاضلة أنت امرأة طيبة وصالحة وتحبين الطيبات، والدخان من الخبائث، والله تعالى بعث محمدا عليه الصلاة والسلام وجعل من ضمن بعثته أنه يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث، والدخان بالاتفاق أنه من الخبائث، فاتركيه لله يا أم هاشم، والله يوفقك بإذن الله، وراجعي بعض العيادات اللي تساعد المدخنين على ترك التدخين، يعطون بعض الأدوية ويعطون بعض الأشياء، وخلي المسواك دائما معك، المسواك خلي دائما في فمك، هذا المسواك مطهرة للفم ومرضاة للرب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، خير من هذا الدخان. والدخان ليس على المدخن فقط، بل المدخن يؤذي الآخرين، ولذلك يقول أهل الاختصاص بأن الذي يستنشق الدخان أشد يعني مرضا من الذي يدخن، لأنه يخرج والعياذ بالله يستنشق أشياء أشد والعياذ بالله مما يدخله المدخن. المقصود بأنه حرام ولا يجوز، واعزمي بارك الله فيك من اللحظة أنك تتركين الدخان، وإن شاء الله تتصلين علينا وتبشرين يا أم هاشم أنك تركت الدخان لله سبحانه وتعالى. طيب نأخذ هذه المجموعة من المكالمات، تفضل أم سعيد. عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ كل مساوي صراحت عني الوسواس هذا ما قدرت أتغلب عليه. إيش هذا الوسواس اللي ما قدرت عليه؟ من السنجة. نفس الشيء، ما استفدنا شيء يا أم سعيد، ما استفدنا شيء. يعني بالوضوء يعني في الصلاة تغلب، بس
نفس اللي سويتيه في الصلاة اعمليه في الوضوء. نعم يا شيخ الاستنجاء اثنين استنجان واستنجاء احس شيء صح. طيب نفس اللي عملتي وصيتك فيه اعملي، اعطونا غيرها لو سمحتوا. تفضل يا راشد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحال شيخ. مرحبا راشد. اسمع الآن. الله يسلمك حياك الله. قول لي. اخفض التلفزيون يا راشد رضي الله عنك. نعم. عن صلاة الوهابين نحسنك الله سألت. صلاة ايش؟ صلاة الوهابين. ايش صلاة الوهابين؟ صلاة ايش؟ الوهابين. الوهابين؟ الوهاب الوهاب الوهابين يسمونه. الأوابين قصدك. الوهابين جزاك الله خير. إي الأوابين. الوهابيين الله يستر. قلنا هذه صلاة جديدة ها؟ ايوه وانا ما اصلي هذا قصد يعني انا ما اصلي لكن طب والله عملك بس يعني واحد قال لي يا صلاة الوهابي هذه الأوابين يعني قلت له بس على الشيخ هذا الشيخ طيب صلي ان شاء الله. ابشر يا راشد. انا ما بصلي. ابشر ابشر. تفضل مسليم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ أنا حبيت أسأل، أنا نادرة أني أصوم اثنين والخميس. إيه. وعلي قضاء من اثنين والخميس، أنا الحمد لله ما أقضى عليهم، بس أيام العيد وكذا كانوا عندنا ناس كذا وأقضيهم أنا هالحين قاعدة أقضيهم. عليك قضاء من رمضان؟ لا لا، قضاء الاثنين والخميس. تقضين الاثنين والخميس لأنك نذرتيها؟ إي لأني نذرتها. لا ما يجوز، ما يجوز تقضينها لأنك نذرتيها. لازم تصومين الاثنين والخميس. انت اوجبت على نفسك عباده الله ما اوجبها عليك، لازم انك تلتزمين فيها يوم سليم. اي بس انا صرت وقت العيد، كان العيد الخميس. العيد؟ اي كان العيد الخميس. اي ها آه. وكان وبعد العيد كانت ايام بعد كذا علي وقضينا انا هالحين. اي طيب يوم سليم ابشري. وانا اسالك عن يعني صيام عاشور، انا صوم عاشور والله اتم بالقضاء هذا قضي الاثنين والخميس اللي فاته. عاشورة متى يجي عاشورة؟ يوافق الخميس و... طيب أبشر يا مسلم. طيب السؤال الثاني بالنسبة للشعر اللي بالوجه من غير الحواجب هل يصير إزالته؟ طيب طيب شكرا. مرحبا. تفضل ميوب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ عندنا بالعراق يعني التعيينات كلش صعبة بدوائر الدولة، وأني تقريبا صار لي مخلص 7 سنوات أني متخرجة وما متعينة، بس هسه أكو واسطة ويعني بفلوس إنه نتعين أقدر أتعين، يعني شنو تنصحني يا شيخ؟ طيب يا أيوب أبشر إن شاء الله. بس أريد رقمك يا شيخ. طيب ارجع الكنترول إن شاء الله يساعدونك. فضل فيصل. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال شيخ؟ طاب حالك مرحبا. صاحي. حياك الله يا أخي. يا شيخ أنا خطرت كم مكان وكل وقت أن أخطب تطلع في حلمي حرمة. إيش خطبت؟ الشيخ أنا خطبت كم مكان ولي باسي بتقدم أنتظر الجواب من عند المخطوبين. إيه؟ تطلع في حرمة جارتنا تطلع في حلمي. ايه تطلع في حلمي والعياذ بالله يعني ما لا يرضي الله رب. بس ايه وذيك اليوم بعد هذيك الحلمة مثلا يحطون جواب رد اكثر من 10 مرات يعني. اي نعم. ايه ما اتوفق. وبعدين في صلاة الصبح اذا فاتت صلاة الصبح بعد الشمس ما تطلع الشمس يجوز تصلي ولا تقضيها؟ طيب يا فيصل شكرا مرحبا شكرا. مرحبا. تفضل يا عائشة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحالة؟ مرحبا حضرة الشيخ. مرحبا. أخوي عندي استفسار الله يخليك. إيه تفضلي. أخوي إحنا نعرف إن هالشيء ما يجوز، بس الوالد البارحة يخبرنا يقول إنه إذا أنا إذا خبر الوالدة إنه يجوز لك إنك أنت تسلمين على مثلا ولد أخوي. عفوا يا عائشة السؤال مو واضح، أعيد من أول. الوالد إيه مثلا إذا أنا قلت حق أيوة مثلا الوالد إذا سأل قال للوالدة عجيب عجيب من دبي والصوت مو واضح غريب والله. يا أختي عائشة حاولي عيدي الاتصال من جديد.
نكتفي بالمجموعة هذه، نأخذ إن شاء الله مجموعة ثانية. أم هاشم أيضا من العراق تقول عندها كنة، يعني زوجة ابنها دائما تسقط. يا أخت الفاضلة، يعني بالنسبة لإسقاط المرأة على قسمين، إسقاط طبيعي سببه ارتخاء مثلا في الرحم، سببه مرض، سببه مضاعفات معينة لأدوية تسبب الإسقاط، وهذا يعني معروف الأمر فيه وتعالج عند الأطباء وأيضا ترقي نفسها. في نوع من الإسقاط ما له سبب معلوم، يعني المرأة تروح للأطباء يقولون كل شيء تمام وكل الأمور يعني سليمة، ولكن يحصل إسقاط، هذه يحتاج المرأة فيها إلى أن تكثر من الرقية، تقرأ الفاتحة 7 مرات وتضع يدها على بطنها، تقرأ آية الكرسي، تقرأ القواقل، قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل رب الناس، كذلك الأوراد، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، كل عين لامة، وتحصن المرأة نفسها دائما بذكر الله جل وعلا، وما قدر الله جل وعلا كائن، والخير فيما اختاره الله سبحانه وتعالى. أم هاشم أيضا تقول عندها يعني عندها بنات، ويعني ذكرت بأنهن شوي متبهذلات وكذا من هذا القبيل، وذكرت بنت أخوه أو بنت أختها تعبانة، ويعني وزوجها متسلط عليها وولدها وشيء من هذا القبيل. يا أم هاشم، هذه قضايا تحتاج إلى تفصيل وبسط وسؤال وكذا، لكن عموما يا أم هاشم بالنسبة للحياة، الحياة مليئة بالمصاعب والمتاعب والمشاكل، لكن السعيد هو الذي يعرف كيف يعالج هذه القضايا ويعالج هذه المشاكل. أنت ما شاء الله قدوة لبناتك ولأختك مثلا ولبنات أختك، لأنك صبرتي على زوجك وكذا، اضربي لهم مثل فيك بأنك أنت صبرتي واحتسبتي والحمد لله، وكثير مثلك ولله الحمد في هذا العالم يصبرون يحتسبون ويسألون الله جل وعلا أن يعوضهم خيرا. كذلك قضية والله يعني هذا لا، أنا لا أسوغ للأزواج أن يتعسفوا في استعمال الحق أو في ظلم أزواجاتهم، لا، وإنما أدعو إلى قضية لملمة البيوت وترميم البيوت التي تكاد أن تتهدم بسبب حمق الزوج أو جهل الزوج أو حمق الزوجة أحيانا لأدنى مشكلة، ينفجر الوضع في البيت ويبدأ كل واحد يذهب يمين ويسار، أو العياذ بالله يطلق الرجل أو المرأة تخرج إلى بيت أهل. لا لا، ينبغي الزوج على الزوج وعلى الزوجة أن يحاصروا مشاكلهم بين الجدران 4 وأن لا يخرجوها إلى خارج البيت، لأن الشيطان يفرح بهذا، ولذلك توسيع النار بمثل هذه الطريقة هذا أمر غير جيد. الآن الواحد لو احترق عند شيء حاصر النار وضيقها حتى يقضي عليها، أما إذا تركها ستنتشر ويخرجها خارج البيت. كذلك المشاكل، طبيعي أن يتلبد في سماء البيت مشاكل، غيوم المشاكل، طبيعي أن يحصل هناك شرر، لكن العاقل الذي يرجو ما عند الله هو الذي يعالج هذه الأشياء بالعلاج الشرعي، بالصبر، بالحلم، بالأنات، بسعة الصدر. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام وضع لنا ميزان، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغض زوج زوجته، إن سخط منها خلقا رضي منها آخر، يعني إذا أنت سخطت على زوجتك لموقف معين انتقل بروحك وبحسك وببصرك وبذاكرتك إلى الفضاء الرحب، إلى الحياة الجميلة، إلى الخدمة، إلى الواجب اللي كانت تقدمه. كذلك المرأة، النبي عليه الصلاة والسلام قال إني رأيتكن أكثر أهل النار، قلنا بما يا رسول الله؟ قال ذكر، قال تكفرنا، قال وتكفرنا، فقالت امرأة نكفر بالله؟ قال لا، تكفرنا العشير، يعني الزوج، لو صنع لإحداكن الدهر ثم رأت شيء قالت ما رأيت منك خيرا قط. يعني بعض النساء الآن تطلب من زوجها شيء وما يلبي له، تقول أبد ما عمري شفت منك خير ولا عمرك سويت لنا معروف، وهذا شيء طبيعي في النساء، لكن هذا ما يجوز، هذا حرام. لابد من المرأة أن تشكر الله ثم تشكر زوجها وتقول أنت فعلت وفعلت وما قصرت. أما إذا كان الزوج فقط يقال له ما تقول له ما رأيت منك شيئا، هذه يصاب بالإحباط، يصاب بعقدة والعياذ بالله، كل حياته خدمة لك، يعني يصرف دم قلبه مثل ما يقولون، ويكد بيمينه وعرق جبينه ثم يصرف عليك وعلى عيالك، ومرة واحدة فقط ما لبالك طلب قلت ما أشوف منه خير قط، ما يجوز هذا الكلام وهذا حرام. ولذلك المرأة تشكر لزوجها، وإذا قصر
تقول أنت راعي الأولى، أنت راعي الخير، أنت راعي السابقة. كذلك الزوج إذا قصرت زوجته يثني عليها أنتم عيالي وأنت كذا وفعلتي وفعلتي، بهذا تلتئم الأمور ويخسى الشيطان. أما والله لأدنى مشكلة يقدح تقدح يعني شرارة الشر بينهم، هذه ما هي بحياة. ولذلك يوصيهم بهذا يا أم هاشم بارك الله فيك. أم هاشم تقول عيالها كلهم طيبين لكن عندها ولد ما يصلي. يا أخت الفاضل أكثري له من الدعاء ووصيه وقولي له شوف يا فلان، شوف أغلب الآن اللي يموتون شباب نسأل الله السلام والعافية، يذهبون في الحروب والفتن وحوادث السيارات. بعض الشباب الله يهدينا وإياه يعتقد بأنه يعيش 70 و80 و100 سنة وما يدري لعل أكفانه بالغيب تنسج، ما يدري مسكين بأن أجله قريب. ولذلك ادعي له في صلاتك ووصيه قولي له يا ابني ما تدري متى تلقى ربك، كلنا أرواحنا بيد الله وأعمارنا مكتوبة ومعدودة أيامنا، والله جل وعلا يقول لكل أجل كتاب، ويقول جل وعلا كل نفس ذائقة الموت. فكيف يلقى الإنسان ربه؟ على أي حال يلقى الإنسان ربه؟ يلقى ربه وهو لا يصلي؟ يلقى ربه وهو العياذ بالله عاصي لله جل وعلا؟ ولذلك الإنسان يستعد خاصة في هذا الوقت اللي كثر فيه موت الفجأة، كثر موت الفجأة في الناس، عليه أن يستعد وأن يتقي الله جل وعلا. لندا من السعودية تقول حجت هذه السنة وعملت جميع المناسك إلا طواف الإفاضة، تقول جاءتها العادة الشهرية، تقول ثم مرضت بعدها وما طفت إلا آخر ليلة من ذي الحجة، تقول ماذا علي؟ اللهم لندا أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منك الحج. بالنسبة لما ذكرتيه من طواف الإفاضة، في أصح أقوال أهل العلم أنه لا حد له، يعني بعض العلماء يجعله في أيام التشريق وبعض العلماء يجعله يعني الصواب من أقوال، والذي أفتاك أنت تقولين واحد أفتاني بأني عليه دم، هذا قول لبعض الفقهاء فقهاء المالكية، لكن الصواب يا أخت الفاضلة بأن حجك صحيح وطوافك في هذه الحالة صحيح ولله الحمد، خاصة وأنك معذورة بالعذر الشرعي ثم المرض، ما عليك شيء، واحمد الله جل وعلا الذي تمم لك المناسك. طيب معمار إن شاء الله أعود لك يا معمار، من أمس اتصلت طبعا، أعود لك ثم أجيب على بقية أسئلة اليوم فانتظروني. سبحان من يسبح له بحمده ملائكته. نظرة الألم تملأها الدموع وتتأمل الوجوه لتبصر العطاء بابتسامة أمل. ألم وأمل. يسبح له بحمده ملائكته. حياكم الله من جديد. أم عمار من ليبيا تسأل تقول ما حكم استعمال الاستحمام بالماء المرقي داخل الحمام؟ ما في شيء يا أخت الفاضلة، هو الأفضل أن ما تجعلين في محل قضاء الحاجة، يكون في الحوض مثلا، ما في بأس والحمد لله. أم عمار تسأل يقول هل يعني يجوز الاستحمام بالماء المرقي فترة الحيض؟ ما في شيء يا أخت الفاضل، يجوز للمرأة الحائض أن تستعمل الماء المرقي، ويجوز لها أن تحصن نفسها بالأذكار حتى لو كانت من الآيات القرآنية، تقرأ آية الكرسي، تقرأ قل هو الله أحد وهي حائض، بالعكس بل قد يتأكد لها في هذه الحالة لأنها بعيدة عن الصلاة، فما في بأس يا أختي الفاضلة أم عمار. الأخ راشد يسأل عن صلاة الأوابين، طبعا أخونا راشد جاب له صلاة جديدة قال الوهابين، هو صلاة الأوابين، وأخونا راشد حريص على الخير جزاه الله خير وبيض الله وجهه. يا أخي راشد صلاة الأوابين هذه هي صلاة الضحى، والذين يقولون بأن صلاة الأوابين بعد المغرب هذا ما عليه دليل، صلاة الأوابين هي صلاة الضحى لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الأوابين حينما ترمض الفصال. الفصال هو ولد الناقة، ولد الناقة لما يشتد الحر يبحث عن
يبحث عن الظل، ولذلك صلاة الضحى تبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح يعني بعد 10 دقائق ربع ساعة وينتهي بأذان الظهر. أفضل وقت هو قبل الظهر، قبل أذان الظهر بقليل لما يشتد الحر. عفوا، هذا هو أفضل وقت لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الأوابين حينما ترمض الفصال، هذا هو المقصود بارك الله فيك. أم سليم تقول بأنها نذرت أن تصوم الاثنين والخميس، تقول وأحيانا تأتي يعني تمر علي الدورة وأحيانا عيد دخل علي، تقول وعلي قضاء أيضا، تقول أقضيها، يعني كيف أقضيها وكذا. يا أم سليم بارك الله فيك، بالنسبة لك إذا كان تقولين نذرت أن أصوم الاثنين والخميس ثم دخل عليك مثلا كان الخميس العيد أو كان مثلا أيام الدورة عليك، ما عليك شيء، تمضين في صيام الأيام الباقية يعني الاثنين والخميس تستمرين على صيامها بارك الله فيك، ما دمت أنك مستطيعة وقادرة، وإذا حبيت تقضين تؤجرين على ذلك حتى يوم عاشوراء. إذا وافق تنوين النذر، إذا وافق العاشوراء الخميس تنوين النذر وتؤجرين إن شاء الله، وتسألين الله جل وعلا أن يكتب لك صيام أيضا أجر صيام عاشوراء. أم سليم تسأل عن الشعر الذي ينبت في الوجه بالنسبة للمرأة، هل يجوز أخذه غير شعر الحواجب؟ يا أخت الفاضلة، يجوز للمرأة أن تأخذ الشعر الذي ينبت على منطقة الشارب للرجل ومنطقة اللحية، يعني يجوز أن المرأة أن تأخذ هذا الشعر، أما شعر الحاجبين فيحرم، وأما ما بين الحاجبين في أعلى الأنف هذا الذي يظهر بأن هذا ليس من الحواجب، يجوز للمرأة أن تأخذه إن أحبت، وإذا تركته فهو أفضل. أم أيوب من العراق تقول بأنها يعني هي متخرجة من 7 سنوات تقريبا ولم تستطع أن تتعين إلى الآن، وذلك لوجود يعني فساد في الأمور اللي عندهم في أمور العمل وكذا، تقول الآن هناك من يطلب فلوس لأجل التعيين. يا أم أيوب بارك الله فيك، هو الأصل الإنسان أن يتخذ الطرق القانونية والوسائل المعروفة في قضية الحصول على عمل وظيفي، ولا يجوز له أبدا أن يلجأ إلى الرشوة أو يلجأ إلى الغش أو يلجأ إلى الظلم بحيث يتعدى عن الآخرين. لكن لو أن شخصا مثلا يقول والله هذا حقي، أنا متخصص بالهندسة، متخصص في كذا، وهذه وظيفتي أنا أحق بها وليس أحد هناك متقدم قبلي، أنا أحق بها من حيث يعني حساب الأشياء التي يضعونها كون الشهادة والتقدير والخبرة وكذا، أنا أولى بها من غيري ولا يمكن أحصل عليها إلا بدفع مال، في هذه الحالة يجوز للإنسان أن يتحصل على حقه ولو بدفع شيء من هذا المال، والحرام عليه وليس عليك. أما إذا تقول لا والله هناك 10 و5 متقدمين قبلي وهم يقولون لي ادفعي حتى نوظفك، فهذه رشوة حرام، لأن فيها إحقاق باطل أو إبطال حق للآخرين، ولا يجوز يا أخت الفاضلة بمثل هذا الأمر. أما تقول لا والله أنا أحق بهذه الوظيفة وأحق بها من غيري وأنا أولى الناس بها وعندي ما يثبت ذلك، ما في بأس إذا انسدت الطرق إلا عن طريق دفع المال، فلا بأس بمثل هذه الصورة. ولو تركتيها لله واحتسبت الأجر من الله وقلت ما أريد أن أدخل فيها المعمعة ولا أدخل فيها المشاكل ولا أدخل في هذا القضاء، فهو أولى وأكمل لك يا أخت الفاضل، وهذا من الورع. نعم تفضلوا. تفضل يا عائشة. تفضل عائشة. الشيخ ممكن سؤال؟ تفضلي. في واحد من الأهل يقول إذا أنا قلت حق زوجتي سلم على واحد من محرم يجوز، وأنا أقول له لا 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 تعطي الزوج بمعصية الله، هو يقول لي لا يجوز. يعني أنت كزوجتي يعني تسلمين على لا يعني في واحد قايل حق زوجته أنت سلم على حد من محرم باليد. فأنا أقول له لا ما يجوز، يقول لي لا ما دام أنا قلت لها خلاص يجوز. يعني الزوج يقول ما دام أنا قلت لها لازم تطيعني. إيه أنا أقول لا طاعة الزوج في معصية الله. طيب يا عائشة. شكرا شيخ. مرحبا. ألو. تفضل فاطمة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. والله يا شيخ عندي سؤالين، الأول بالنسبة في الصلاة لما نجي نصلي أم فاطمة؟
يعني أدعي من خلال الصورة. يا أم فاطمة الحمد لله. ألو، ما أسمعك زين أختي، قطع عندي. أنا أقول لك يعني بالنسبة للصلاة لما أجي أصلي بالنسبة لسورة الفاتحة لما وأنا أقرأ بسورة الفاتحة إيه؟ فهل ممكن أدعي من خلال الصورة؟ يعني مثلا الحمد لله اللهم لك الحمد، مثلا نقول اهدينا الصراط المستقيم، اللهم اهدينا يا ربي، اللهم اغفر لنا، يعني أدعي من خلال الصورة. طيب واضح. سؤال ثاني. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني بالنسبة للغيبة يا شيخ، يا ريت يعني لو توضح لنا الغيبة يعني. طيب أبشري. فوالله يعني أنه هي يقولوا أنه هي ذكر أخي بما لا يرضى. إيه. فوالله أنا محتاجة مرات نجي أتكلم مع أخي، فبسأل عن صديقاتي ولا هيك خواتي، ففي مثلا حادث تقع بتقول لي والله مسكينة يعني جرى لها كذا وكذا، فهي بتسرد لي وقائع، يعني هي هذه يعني تعتبر من الغيبة؟ يعني احنا نتكلم عن ناس يعني بنتكلم عنها وتحكي لي مثلا واقعة جرت معاها، فهل هذا يعني يعتبر غيبة لأن نتكلم في غيبة؟ ما فهمين. طيب. والله واضح فهم. واضح ام فاطمة واضح. شكرا. عفوا. تفضلي أمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا إذا عهدت الله على شيء سبحانه وتعالى وبيني وبين نفسي يعني الله يعلم السر وأخفى، بعد أسبوعين أخلفت العهد، فما هي الكفارة؟ عاهدتي على فعل شيء أو ترك شيء؟ على ترك شيء. طيب يا أمة الله. وسؤال ثاني. أيوة. بالنسبة للصلاة إذا نصلي بمكان سمعت إنه يعني المفروض أو الواجب ما أعرف إنه نغير مكاننا لما نصلي الشيء اللي بعدها الصلاة اللي بعدها، يعني يكون مثلا نافلة أو سنة أو أي شيء، هل هذا صحيح؟ واضح يا أمة الله واضح. يعني بس نقول استغفر الله 3 مرات ونواصل الصلاة أو شنو يعني؟ طيب أبشر إن شاء الله. معيسة تفضلي. السلام عليك شيخ. عليكم السلام. شيخنا اليا أمس اتصلت عليك وانقطع على الخط. تفضل أختي. هذا يا شيخ أنا عندي بنات توفن سفرة كذا مليانة ما من المطار. إيه. إيوة توفن فيها بنتين لي وواحدة لأختي، علينا شيء ولا ما في شيء؟ وهذه البركة بعيدة عنكم يعني؟ لا يا شيخ ما هي بركة، حفرة كذا حفرها شيء من الشيولات كذا تحفرها. إيه. وجاء المطار وامتلت من الماء وطاح غرقن فيها بنات سنتين لي وواحدة لأختي، علينا شيء ولا لا؟ وأنتم ما علمتم عنهم؟ لا إحنا ما درينا غير جاينا العلم إنهم طاحوا. إيه طيب يا أم عيسى. ويا شيخ عندي سؤال ثانية، صلاة العصر فيها سنة ولا لا؟ طيب يوم الجمعة ساعة مستجابة بعد العصر. طيب مع السلامة. مرحبا أختي مرحبا. تفضل يوسف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال شيخ؟ كل عام أنتم بخير. أنت طيب أختي تفضلي. مبروك عليكم رأس السنة. الله يوفق الجميع يا رب. آمين يا رب العالمين. عندي 3 سؤال لو تكرر. تفضل أختي. السؤال الأول عقوق الوالدين. إيه. ما حكم اللي عاق والدين ما الحكم فيه؟ صلى الله العافية. السؤال الثاني. السؤال الثاني طال عمرك ما حكم اللي يسوي قالوا يسبب الفتنة في العائلة؟ صلى الله العافية. الثالث. الثالث طال عمرك يعني مثلا أخت الأب من الرضاع، يعني هي حكمها حكم الرحم إذا عيال الأخ ما زاروا. طيب يا أم يوسف تسمعين إن شاء الله الجواب. ببشري. شكرا لك. مرحبا نكتفي بهذا القدر. الله يبارك فيكم. أرجع لل
الأخ فيصل من العراق بارك الله فيه يقول بأن خطبت، يقول كم مرة من كم مكان وكذا، يقول كل ما أخطب تطلع لي في الرؤية جارتنا، يقول في وضع غير جيد ولا يرضى الله عز وجل، يقول أكثر من 10 مرات. يا أخي فيصل بارك الله فيك، يعني تحتاج أن تسأل معبر بارك الله فيك، يعبر الأحلام والرؤى، لابد أنك ترجع إلى معبر. أنا لا أعبر الرؤى والأحلام، أنت تحتاج إلى من يعبر الرؤى والأحلام، لكن أنا أوصيك بكثرة ذكر الله، وأيضا يعني الاعتصام بالآيات الشرعية وبالأوراد الشرعية، تقرأ دائما، تشوف أذكار الصباح وأذكار المساء، إذا جيت تنام تقرأ آية الكرسي، عفوا تقرأ آية الكرسي ثم تقرأ قل هو الله أحد، تفتح يدك تقرأ قل هو الله أحد 3 مرات وتنفث هكذا وتمسح جميع بدنك، قل هو 3 مرات، وقل أعوذ رب الفلق 3 مرات، وقل أعوذ رب الناس 3 مرات، وتحرص دائما على أنك يعني تتعلق بالله جل وعلا، تواظب على الصلوات، وإن شاء الله يطرد الله عنك الشر والسوء. فيصل يقول بالنسبة للإنسان إذا فاتته صلاة الصبح حتى طلعت الشمس هل يقضي؟ نعم يجب عليه يقضي، يجب عليه أن يقضي يا أخي الفاضل. أي واحد فاتته الصلاة وطلع وقتها يجب عليه أن يقضي حتى لو طلعت الشمس بالنسبة لصلاة الصبح، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكر لا كفارة لها إلا ذلك. وقد فاتت النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح مرة لما كان مسافرا هو وأصحابه في غزوة، فاتتهم صلاة الصبح فما أيقظهم إلا حر الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وغير المكان، قال هذا مكان حضرنا فيه شيطان، فغيره ثم توضأ وتوضأ أصحابه وصلى بهم بعد طلوع الشمس. يا أخوي فيصل بارك الله فيك. عائشة تقول في واحد رجل يقول لامرأته صافحي فلان من أقاربه، تقول ما يجوز هذا حرام، قال لا لازم تصافحي وتطيعيني لأن طاعتي واجبة عليك. تقول هي رفضت، ما الحكم؟ أحسنت يا أخت الفاضلة حينما أطاعت الله وعصت زوجها، لأنه ما يجوز أن يطاع الإنسان في معصية الله. يقول جل وعلا ولا يعصينك في معروف، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة بالمعروف، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والله إني أعجب من رجال يأمرون أزواجهم بالمنكر، أعجب والله. بالعادة أن الرجل يغار على امرأته، يغار عليها مثل ما يقولون من الريح، يغار عليها من الشمس، يغار عليها من هذا الرجل. وبعض الناس الآن لا يأمر زوجته، تمر علينا قصص كثيرة، بعض الناس يأمر زوجته يقول تعالي اجلسي مع أصحابي، لما يأتونه يقول كل واحد يأتي بزوجته نجلس جميع، أعوذ بالله. وهذا يقول لها لا لازم تصافحين، بأي حق تأمرها بأن تصافح أحد أقاربك؟ وهي امرأة تخاف الله جل وعلا، وهي امرأة متبعة للنبي عليه الصلاة والسلام. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والطاعة يا أخت الفاضلة طاعة الله جل وعلا، والزوج إذا أمر بطاعة بمعروف يطاع. قولي له أنت أمرني بأي شيء فيه معروف أنا أطيعك فيه، لكن شيء يغضب الله لا. وبعدين لازم تفهم النساء، لأن بعض النساء حقيقة يفهمنا غلط، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق في هذه المعصية فقط، ما تروح تقول لا مالك طاعة علي أبدا، لا هذا غلط. يعني الآن قال لها لا صافحي الرجل، أحسنت، قالت لا أنا ما أصافح الأجانب، ما أصافح، أنا أخاف الله جل وعلا، لكن في أشياء هو يأمر فيها مباحة تطيع فيه ما في بأس. يقول لا تروحين مثلا للسوق، تقول سمعا وطاعة، لا تروحين عند فلانة من النساء سمعا وطاعة، افعلي كذا ما دام أنه غير معصية سمعا وطاعة. لأن بعض النساء تفهم تقول ما دام أمرني بهذه المعصية ما له طاعة أبد، وهذا غلط، لا ما له طاعة في هذه المعصية فقط، أما باقي الأمور المباحة والواجبة فهذا له عليها الطاعة. أم فاطمة من كندا، نعم طيب، أم فاطمة من كندا تقول بالنسبة للصلاة قراءة الفاتحة في الصلاة هل لي أن أدعو بعد كل آية؟ لا يا أختي الفاضلة، بالنسبة للفاتحة ركن من أركان الصلاة، وما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقف بعد كل آية يدعو، ما ثبت لا في صلاة الفرض ولا في صلاة النفل، وإنما ثبت عنه الدعاء والاستعاذة فيما بعد الفاتحة في قيام الليل مثلا، كان إذا قام الليل أو صلى مثلا التراويح كان عليه الصلاة والسلام إذا مر بآية رحمة سأل الله، وإذا مر بآية عذاب استعاذ بالله، وإذا مر بآية تسبيح نزه الله، قال سبحان الله ونزه الله جل وعلا.
هذا في ما بعد الفاتحة من القرآن مما تيسر من القرآن، أما الفاتحة فيجب أن تقرأ كما قرأها النبي عليه الصلاة والسلام في الفرض وفي النفل. وبعدين يا أختي أم فاطمة رضي الله عنك، الآن لما تقولين اهدنا الصراط المستقيم ما في حاجة تقولين اللهم اهدنا الصراط المستقيم، ما في حاجة تدخلين كلامك على كلام الله وأنت جالسة تدعين اهدنا الصراط المستقيم. لما تقولين الحمد لله رب العالمين هذا أعظم العبادة، أنك حمدت الله جل وعلا، واللام هنا قال العلماء للاستغراق، يعني المحامد كلها لله جل وعلا، فأنت ما في حاجة تكررين. ولذلك سورة الفاتحة مشتملة على الدعاء أيضا، دعاء العبادة ودعاء المسألة، فما في حاجة يا أخت الفاضلة وانتبهي لصلاتك. أم فاطمة تسأل عن الغيبة، تقول يعني أريد توضيح للغيبة، وذكرت طبعا يا أخت الفاضلة الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، هذه الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، هذا تفسير النبي عليه الصلاة والسلام. والغيبة محرمة، والغيبة في أصح أقوال أهل العلم أنها من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام، ومعنى يعني مثل ما ذكرت أي شيء يكرهه الإنسان إذا كان موجودا فيحرم الكلام فيه إذا كان غائبا، هذه القاعدة اضبطيها. هذه اللي قلتي لها تسأليها عن فلانة ثم ذكرت لك واقعة، هذه المرأة لو كانت موجودة لما تذكرون هذه الحادثة تضحك وتنبسط ولا تحزن وتتكدر؟ هنا المسألة، فإذا كانت تحزن وتتكدر وتعتبر هذا طعن فيها وتنقيص منها وإيذاء لها، هذا يحرم ولا يجوز. ولذلك الغيبة يا أختي أم فاطمة ليس لها لون، أو الغيبة ذكرك أخا حتى لو كان في سيارته، حتى لو كان في بيته، حتى لو كان في أثاثه، يعني بعض الحريم الآن يطلعون من يجلسون ثم يطلعون فتجلس وحدة مع الثانية تقول شفتي أثاثها، هذه المرأة لو كانت موجودة كرهت هذا الكلام، لأن المقصود ليس الأثاث، هي المقصود صاحبة الأثاث تريد أن تطعن فيها، هذا من الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. لو ذكرت سيارته بسوء، أثاثه، بيته، أولاده، هذا كله من الغيبة. ولذلك يا أختي اضبطي هذا تعرفين معنى الغيبة. أمة الله تسأل تقول يعني ما هو، تقول بأنها عاهدت الله جل وعلا على ترك شيء معين، تقول بعد أسبوعين نقضت العهد. يا أختي الفاضلة أمة الله سارعي إلى التوبة، سارعي إلى التوبة، أنت عاهدت الله جل وعلا، ومعاهدة الله أمر عظيم وخطير. يقول جل وعلا ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. فيقتل فاضل مسألة خطيرة، أنت تقول عاهدت الله جل وعلا ثم نقضت العهد ونقضت الميثاق، وهذا ليس من أخلاق المؤمنين، ما كان ينبغي أصلا لك أن تعاهد، ما أحد أمرك بأن تعاهد إلا أنت من عند نفسك، قلت يا رب أعاهد ونقضت العهد ونقضت الميثاق مع ربك جل وعلا. الواجب عليك التوبة والمسارعة، وعليك أيضا كفارة يمين في أصح أقوال أهل العلم، في أصح أقوال عليك كفارة يمين، إطعام 10 مساكين إن كنت قادر وعندك خير وعندك نفقة، عندك عفوا مال تطعمين 10 مساكين، وإذا ما استطعت تصومين 3 أيام مع التوبة وعدم العود لمثل هذا العهد. أمة الله تسأل تقول بالنسبة للإنسان إذا صلى الفريضة هل له أن ينتقل إلى مكان آخر يصلي فيه النافلة؟ نعم يا أختي الفاضل، من السنة للإنسان إذا صلى الفريضة أن لا يصلي النافلة في نفس المكان، وإنما ينتقل إلى مكان آخر، وذلك لفعل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فلقد كانوا إذا صلوا في مكان الفريضة يقوم الرجل فيصلي السنة في مكان آخر. وبعدين يا أختي الفاضلة ليس هو بعد الاستغفار، طبعا الإنسان إذا خلص من الصلاة وسلم يقول أستغفر الله 3، قل أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ما يقول وتعاليت، لا، يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا حول ولا قوة إلا بالله، ويكرر هذا، ثم يقول سبحان الله 33 مرة، الحمد لله 33 مرة، الله أكبر 33 مرة، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يقرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد
وقل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس، ثم يقوم يصلي السنة في مكان آخر. أم عيسى تقول بأن عندها بنات توفوا في حفرة كانت حافرها شيول، تقول جاها ماء وغرقوا بنتين لها وبنت أخوها أو بنت أختها، تقول علينا شيء؟ لا يا أختي أم عيسى، أحسن الله عزاك وعظم الله أجرك وغفر الله لبناتك إن كن بالغات وجعلهن، يعني إن كن صغيرات جعلهن الله فرطا لكن على الحوض يوم القيامة، وإن شاء الله سبب من أسباب دخولكم الجنة. أنتم ما عليكم شيء، لأن أنا سألتك ما لكم، ما كنت تدرين أنت ولا تسببت بقتلهن، فما عليكم شيء يا أخت الفاضلة، ما عليكم شيء أبدا، لا كفارة ولا دية يا أم عيسى، وإن شاء الله البنات هذيلن اسبقنكم إلى الجنة. أم عيسى تسأل تقول بالنسبة لصلاة العصر هل لها سنة؟ لا ما لها سنة راتبة، صلاة العصر ما لها سنة راتبة بعدها، ما يصلى بعد صلاة العصر، لكن إن حبيت تصلين أربعة قبل العصر طيب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، فقبل العصر لو صليت أربع ركعتين ركعتين طيبة يا أم عيسى وواظبي عليها. أم عيسى تسأل عن ساعة الاستجابة يوم الجمعة، نعم يا أختي الفاضلة صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يدعو قائم يصلي يدعو الله إلا استجاب الله له، والعلماء قالوا هي في وقتين، قيل عند صعود الإمام على المنبر يوم الجمعة وقيل بعد صلاة العصر، والأصح والأصوب أنها من بعد صلاة عصر يوم الجمعة إلى غروب الشمس، هذه كله وقت للدعاء، فالمسلم يستثمر هذا الوقت في طاعة الله وفي الدعاء، فإن هذا الوقت بإذن الله يستجيب الله جل وعلا الدعاء. أم يوسف بارك الله فيها تسأل عن عقوق الوالدين، تقول هل ما حكمه؟ يا أخت الفاضل عقوق الوالدين كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، عقوق الوالدين مصيبة من المصائب، من تلبس بهذا العقوق فوالله إنه على خطر، والله جل وعلا عظم شأن الوالدين وبين بأن لهما الحق الكبير، ما ذكر الله حقه في الغالب إلا وعقبه بذكر حق الوالدين، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه لا يدخل الجنة قاطع رحم، ما يدخل الجنة قاطع رحم، وأعظم الرحم الأم والأب، الأم والأب أعظم الرحم، فمن عقهما أو عق أحدهما فقد والعياذ بالله حرم على الجنة. وأبسط عقوق الوالدين أن يقول الإنسان أف أف، هذه أقل درجة من درجات العقوق، فكيف باللي يغلط على والديه، وكيف باللي يسب والديه، وكيف بالذي يهجر والديه، وكيف بالذي لا يسلم على والديه، وكيف بالذي لا يزور والديه، وكيف بالذي والعياذ بالله يعني يتعدى على والديه بالسب، وكيف بالذي يهمل والديه، بعضهم والعياذ بالله يرمي والديه في دور العجزة هو قادر على رعايتهم ما عنده مشكلة ومع ذلك يرمي أمه وأبوه في دور العجزة، وكيف بالذي والعياذ بالله لا يتصل بوالديه يمكن يجلس السنة والسنتين خاصة اللي يطلعون برا يشتغلون ويعملون يهجرون الآباء والأمهات أهم شيء الدنيا، نسأل الله العافية والسلامة. فحقوق عقوق جريمة ومصيبة من المصائب. أم يوسف حقيقة الوقت انتهى وزدنا شوي، لكن أسئلتك بقي فيها شيء إن شاء الله، عندك سؤالين بإذن الله ليس غدا السبت وإنما يوم الأحد إن شاء الله، أفتتح البرنامج بالإجابة على أسئلتك لأن غدا هناك يعني أسئلة أخرى، لكن يوم الأحد انتظريني بإذن الله. أشكر الجميع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان من يسبح له بحمده ملائكته. أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك.